أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله، الحمد لله، شكر الله سبحانه وتعالى kita bertemukan lagi pada malam ini dalam sesi bacaan surah Yasin ta'lis doa selamat mingguan kita insya Allah. Terima kasih kepada semua yang mengikuti. Alhamdulillah, saban minggu bersama-sama istiqamah dalam sesi pada setiap hari Jumaat malam insya Allah. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله. InsyaAllah seperti biasa, kita akan mulakan dengan bacaan surah Yasin. Kemudian bacaan tahlil serta doa selamat insyaAllah. Baik, insyaAllah kita akan mula dengan bacaan surah Yasin. Sama-sama boleh ikut bacaan insyaAllah, Ustaz. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم
لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم، أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون.
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الحمد لله ثم الحمد لله ثم كسيه الحمد لله
kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendapatkan bacaan surah Yasin. Baik, untuk seterusnya saya nak teruskan dengan bacaan tahlil. InsyaAllah bacaan tahlil bacakan dulu nama-nama yang telah diberikan oleh saya, insyaAllah. Yang pertamanya daripada Encik Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan ada nama arwah berikut: Haji Sa'dah binti Yunus, Mak Haji Abdul Aziz bin Surin, Ayah Haji Alias bin Junuh, Mertua Cik Basar binti Umar Tohar, Ibu Mertua Cik Azizah bin Alias, Abang Ipar Azizah binti Alias, Nurul Islam kawan, Khairul Anwar bin Ali kawan, Syamsul Amir bin Hamzah kawan, Kamsiah binti Karim sepupu. Terima kasih Cik Hashim. Terima kasih Kak Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak baca yasin doa untuk Allahyarhamulahum berikut: Allahyarhamah Safiyah binti Hashim ibu, Allahyarham Wahab bin Dili ayah, Allahyarham Jamil bin Wahab abang, Allahyarhamah Jamaliah binti Wahab kakak, Allahyarhamah Fazilah binti Wahab kakak, Allahyarhamah Sarifah binti Ali nenek, Allahyarham Hashim bin Naim datuk, Allahyarhamah Zabidah binti Haji Manan nenek, Allahyarham Dili bin Jumlah datuk, Allahyarhamah Halijah binti Dili ibu saudara, Allahyarhamah Allah yarhamah Khadijah binti Dili ibu saudara, Allah yarhamah Jamilah binti Ali nenek saudara, Allah yarhamah Haji bin Umur datuk saudara, seluruh mukminin dan mukminah masih hidup juga telah meninggal dunia. Kami akan baca syahadat untuk anak saudara saya dan relatif di Jamblus. Semoga Allah kurniakan beliau kesembuhan sepenuhnya, insyaAllah. Terima kasih Kak Ailin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan baca syahadat malam ini untuk Allah yarhamah Irah binti Karto, Allah yarhamah Ahmad bin Haji Ali, Allah yarham Buang bin Ahmad, Allah yarham Ismail bin Ahmad, Allah yarham Abdul Latif bin Ahmad, Allah yarham Asia binti Ahmad, Allah yarham Mukhtar bin Haji Omar, Allah yarham Mahfud bin Haji Omar, Allah yarham Abdul Malik bin Syamsuddin, Allah yarham Hajah Sa'dah, Allah yarham Abdul Malik bin Syamsuddin, Allah yarham Haji Yunus bin Haji Yaakob, serta Allah yarham Haji Zabidi bin Sanib. Seterusnya daripada Kak Salina Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya naikkan baca yasin untuk Allahyarham arwah Abah Mansur bin Haji Saleh dan arwah adik Effendi Mansur. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kak Teguh Munyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca yasin untuk arwah-arwah berikut: Tengku Ibrahim bin Tengku Omar, Bengku Ibrahim bin Tengku Muhammad, Yah binti Omar, Tengku Abdul Rahim bin Tengku Ibrahim, Tengku Abdul Aziz bin Tengku Ibrahim, Nihamad Nakyudin bin Ishamuddin, Tengku Warid, Tengku Ibrahim, dan sama Tengku Semafani, Tengku Ramai Quran Sihat, Tengku Yasima binti Yah, Ishamuddin bin Bensu, Muhammad Syari, Wan Maryam, Tengku Ma'amrullah bin Muhaini, Tengku Nurhuda binti Muhaini, Tengku Samad bin Isyah, Nibu Mahafiz bin Tengku Yasima, Ashira binti Aisyah, Tengku Ma'amal Luqman bin Muhaini, Nibu Muhammad Halim bin Tengku Yasima, Tengku Munyati binti Yah. Terima kasih Ustaz, sama-sama. Surah Merdeka Mariani. Bacaan Yasin Natalin untuk doa buat arwah ibu saya Haji Jawahir Haji Hamid, ayah saya Haji Ahmad bin Kasim, kakak Haji Tuan Ahmad, abang Zulkarnain Ahmad, abang Yusufan Ahmad, abang Idris Ahmad, abang Ipar Haji Azizul Hasan Haji Yusof, anak saudara Muhammad Fidus bin Idris, sahabat Fazliyatun Husin, buah saudara Haji Mukhtar bin Wahid. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, insyaAllah. Baik, itu sahaja semua nama-nama yang diberikan pada saya, insyaAllah. Moga Allah merahmati dan mengampunkan dosa-dosa, insyaAllah. Teruskan dengan bacaan tahlil sama-sama, insyaAllah. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa sallamu alaihi wa alihi ajma'in wa ala ali kulli wa sahbati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على
أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وسلم على معلوماتك ومن كلمتك كلما ذكرك ذكرنا عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدوجة سيدنا محمد وعلى آله وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله البقر، لا إله إلا الله الموجد، لا إله إلا الله يوسف، لا إله إلا الله، 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 إله إلا الله، لا 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 إله إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد حبيب الله، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Insyaallah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala agar Allah mengampunkan dosa kita dan mengampunkan segala apa yang kita lakukan dan serta memudahkan urusan kita. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها من جميع من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما هللناه من لا إله إلا الله، وما استغفرناه وما قلناه من يا الله، وصليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة.
هدية منا واصلة، ورحمة منك نازلة، وبركة شاملة، وصدقة متقبلة. نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل فكاكا لهم من النار، ونجاة لهم من النار، وسترا لهم من النار، وفداء لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم ومشايخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم اجعلنا في صحائفنا وصحائف والدينا والسادات الحاضرين ووالديهم عم الجميع برحمة ورضوان، وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود، إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعانا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم منا ومنكم، منا ومنكم، تقبل يا كريم. الحمد لله، شكر kepada Allah telah menamatkan bacaan surah Yasin. Tahlil setelah selamat. Doakan moga Allah merahmati kita dan mengampuni kita serta memudahkan urusan kita, insyaAllah. Terima kasih yang mengikuti pada malam ini, Kak Nuraini dan semua. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan, insyaAllah. Selamat bercuti, selamat berhujung minggu, selamat berehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.